تاريخ قصتنا بدأ منذ زمن بعيد. قبل حوالي 3 مليارات سنة، كنا مجرد ذرات صغيرة تسبح في الحاضنة الشاسعة التي نسميها العالم. وبعد ذلك وبمرور الزمن، وتحديدا منذ 6 ملايين سنة، ظهرت لها أفراد عائلة الهومونيد، العائلة التي تضم البشر ضمن فصيلة الرئيسيات. منذ حوالي 1.9 مليون سنة كان الهومو إريكتوس أول نوع بشري يغادر أفريقيا ليغزو مناطق أخرى من العالم. كان لديهم أدمغة أكبر من أسلافهم من الرئيسيات، مما منحهم قدرات متطورة. قبل حوالي 400 ألف سنة، ظهرت أولى الأدلة على وجود النياندرتال. كانت أجسادهم مهيئة لتحمل البيئات الباردة في أوروبا وغرب آسيا، وكانت ملامحهم الوجهية المميزة من بين الأقرب إلى ملامح البشر. ثم جاء دورنا الهومو سيبيان، النوع الوحيد من جنس الهومو الذي نجح حتى يومنا هذا. لكن كيف تمكن الهومو سيبيان من السيطرة على العالم؟ بدأت قصتنا في الأرض الخصبة لبلاد ما بين النهرين، بين نهري دجلة والفرات في مدينة أوروك السومرية. بدلا من الاعتماد على الصيد وجمع الثمار كما فعل أسلافهم، طور سكان أوروك طريقة لحصاد الحبوب مثل القمح والشعير. ولكن تحويل هذه الحبوب إلى أطعمة صالحة للأكل كان عملا شاقا في البداية. استخدم اختراعا يدعى الرحى، وكان أداة مكونة من حجرين. عندما يتم سحق الحبوب بين الحجرين، يجمع الدقيق في وعاء ويخزن للاستخدام لاحقا. كان هذا بداية لشيء عظيم، عملية تحويلية شكلت أول مثال للزراعة بمعناها الحديث. لم يعد الإنسان يعتمد على صيد الحيوانات أو جمع الثمار فقط، بل أصبح يبتكر مصادر غذائه بنفسه. أتاحت هذه الثورة الزراعية لازدهار أوروك لتصبح مدينة تضم أكثر من 50 ألف نسمة. ومع ذلك أثرت هذه التحولات بشكل كبير على جسم الإنسان. تقلص متوسط طول الرجل من 175 سنتيمتر إلى 160 سنتيمتر، وقل طول النساء من 160 سنتيمتر إلى 150 سنتيمتر. وبعدما كانوا صيادين أقوياء، أصبح البشر مزارعين أقل قوة. أصبحوا أكثر استقراراً في الأرض، ما غير جوهر حياتهم بشكل جذري. في أوائل الألفية الثالثة قبل الميلاد، بدأ الملك الأسطوري جلجامش حكمه كملك سومري في المنطقة، وتعد ملحمة جلجامش واحدة من أقدم القصائد المعروفة في العالم، وتحكي قصة سعيه لتحقيق الخلود. خلال رحلته، يلتقي برجل حكيم يدعى أوتونوبشتيم، الذي يروي له قصة طوفان عظيم أرسل لتدمير العالم. وفي نهاية الملحمة يعترف جلجامش قائلا: إن الحياة التي تسعى إليها لن تجدها أبدا. عندما خلق الآلهة البشر، جعلوا الموت من نصيبهم واحتفظوا بالحياة في أيديهم. مع نهاية الألفية الثالثة قبل الميلاد، أطاح الأكاديون بالسومريين. استولى سرجون العظيم على السلطة وغزا جميع أراضي سومر. في الوقت نفسه في وادي السمد، فيما يعرف اليوم بباكستان، ازدهرت حضارة جديدة كانت حضارة وادي السمد من 3300 إلى 1300 قبل الميلاد، معروفة بأنظمة الصرف الصحي المتقدمة. تضمنت مراحلهم مقاعد وقنوات متصلة بشبكة تصريف تحت الأرض. كان يتم التخلص من النفايات خارج حدود المدينة، مما ساعد في الحفاظ على النظافة ومنع انتشار الأمراض. إنجاز مذهل في ذلك الوقت. بينما ركزت حضارة وادي السند على الصحة العامة، ركزت مصر القديمة على العمارة الضخمة. كان المصريون يعتقدون أن روح الفرعون تواصل الحياة بعد موته لتحكم في العالم الآخر وتعبد من قبل الأحياء. لضمان رحلة ناجحة إلى الحياة الآخرة، كان يتم تحنيط جسد الفرعون بعناية مع ملء الأهرامات بالكنوز والقرابين لتوفير الموارد اللازمة للحاكم المتوفى في العالم الآخر.
بدأت تقاليد بناء الأهرامات مع الفرعون زوسر 2667 حتى 2648 الذي بنى الهرم المدرج في سقارة. تلاه سنفرو 2613 حتى 2589 الذي بنى عدة أهرامات بما في ذلك الهرم المنحني والهرم الأحمر. ثم جاء الفرعون خوفو 2589 حتى 2566 قبل الميلاد الذي بنى الهرم الأكبر في الجيزة مشروعا ضخما استغرق 20 عاما من العمل المكثف وما زال يبهر العالم حتى اليوم. تلاه الفرعونان خفرع ومنقرع اللذان شيدا الهرمين الثاني والثالث الأصغر حجما في الجيزة. في الوقت ذاته في الصين حوالي 2100 قبل الميلاد ظهرت أولى السلالات الصينية، وكما هو الحال في بلاد ما بين النهرين اعتمد الصينيون بشكل كبير على الزراعة فزرعوا الأرز والقمح والشعير. ومع ذلك كان نهر هوانغهي النهر الأصفر يفيض باستمرار مما أدى إلى تدمير المحاصيل ووقوع مجاعات واسعة النطاق. ووفقا للأسطورة كرس رجل يدعى يو العظيم حياته لحل هذه المشكلة. قضى سنوات يتجول على طول النهر الأصفر ليبتكر طرقا للتحكم في تدفقه. قام ببناء السدود والقنوات لتنظيم المياه، وبعد 13 عاما من العمل الشاق تم ترويض الفيضانات. أنقذت جهوده أرواحا لا تحصى ونظر إليه على أنه مخلص. كانت هذه بداية سلالة الشيعة، أول سلالة حاكمة في الصين. رغم الجدل حول دقة قصة يو العظيم، فقد أرست فكرة مهمة أن السلطة يجب أن تكتسب من خلال الإنجازات وليس من خلال الوراثة. هذا المفهوم شكل أسس الحكم في الصين لأجيال ووضع حجر الأساس لحضارة استمرت لآلاف السنين. وفي بلاد ما بين النهرين حوالي عام 1772 قبل الميلاد وضع ملك بابلي يدعى حمورابي أسس النظام القانوني كما نعرفه اليوم. أمر حمورابي بنحت لوح حجري ضخم بارتفاع 7 أقدام وعرض قدمين كتبت عليه مجموعة من 282 قانونا كان على جميع سكان مملكته الالتزام بها. تضمنت هذه القوانين قواعد مثل: القانون الأول، إذا اتهم رجل آخر بجريمة قتل ولم يستطع إثبات ذلك يعاقب المتهم بالإعدام. القانون 196، إذا تسبب رجل في فقدان عين رجل آخر تفقأ عينه بالمثل. القانون 197، إذا كسر عظم رجل آخر يكسر عظمه بالمثل. القانون 199، إذا تسبب في إتلاف عين عبد أو كسر عظم عبد يدفع نصف قيمة العبد. أنشأ حمورابي مجتمعا قائما على القوانين حيث حددت قوانينه قواعد صارمة تصنف الناس إلى طبقات اجتماعية لكل منها قيمتها المختلفة. لم يكن هناك وهم بالمساواة في بابل القديمة، كانت الطبقات واضحة وصريحة. قيمة عظمة النبيل كانت أعلى من عظمة الشخص العادي الذي بدوره كان أعلى من قيمة عبد. هذه الفكرة عن التسلسل الطبقي استمرت قصدا عبر التاريخ. وفي نفس الفترة التي كانت بابل ترسخ نظامها القانوني ظهرت حضارة أخرى في تركيا الحديثة، الإمبراطورية الحثية تحت قيادة زعيمها الكاريزمي لابرناس الأول 2680 حتى عام 1650 قبل الميلاد. أصبح الحثيون قوة لا يستهان بها. كان لابرناس حاكما ماهرا ذو رؤية فريدة وحد دويلات الحثيين تحت حكم واحد. قاد لابرناس جيشه من مدينة إلى أخرى غازيا الدول المجاورة وبانيا تحالفات مع قادتها. كان دبلوماسيا ذكيا يكسب قلوب الناس عبر التفاوض بقدر ما كان يحقق ذلك بالقوة. في النهاية نجح لابرناس في توحيد دويلات الحثيين وإقامة إمبراطورية قوية عرف بعدله وحكمه الرشيد وكان محبوبا من شعبه. ازدهرت الإمبراطورية الحثية تحت قيادته، امتدت أراضيه حتى أصبحت تجاور حدود الحضارة المصرية. وفي اليونان الحديثة بدأت تظهر مجموعة من المدن الدول
على القارة الأوروبية. كانت اليونان المكيانية 1600 حتى 1100 قبل الميلاد تدرب وسطة مجتمع نخبوي محارب، وشملت شبكة من الدول القصرية ذات الأنظمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية الصارمة. في قمة هذا المجتمع كان الملك، ومع ذلك على عكس الحضارات الموحدة كانت كل مدينة تعمل ككيان مستقل تعرف باسم المدينة الدولة، بأنها مدينة تشكل مع أراضيها المحيطة دولة مستقلة. بدأت مدن مثل طروادة، موكيناي وبيلوس بالنمو. خلال هذه الفترة ظهرت أول لغة مكتوبة معروفة لليونانيين، أول سجل مكتوب لأي لغة يونانية هندوأوروبية، مما يمثل إنجازا كبيرا في تاريخ المنطقة. وفي مصر القديمة بدأوا في بناء نوع مختلف من الأهرامات، الهرم الاجتماعي المصري. مثل الهرم الأكبر في الجيزة، كان الهرم الاجتماعي واسعا عند القاعدة وضيقا عند القمة. في أسفله كان هناك الفلاحون والعبيد. هؤلاء الأفراد كانوا مسؤولين عن جميع الأعمال اليدوية، عملوا بجد في الأراضي الزراعية، يزرعون المحاصيل ويؤمنون الغذاء لسكان مصر كافة. وعندما ينتهي موسم الزراعة يحولون جهودهم إلى مشاريع البناء الضخمة الخاصة بالفرعون، بما في ذلك بناء الأهرامات. على قليل من العبيد كان الحرفيون، هؤلاء هم النحاتون والبناؤون والمصورون الذين صنعوا الفن الرائع الذي تشتهر به مصر حتى اليوم. كانت أعمالهم الفنية تزين المعابد والمقابر والآثار معبرة عن ثراء الحضارة وقوتها. فوق الحرفيين كان هناك التجار، قضى التجار أيامهم في التنقل عبر نهر النيل يتاجرون بالذهب والبردي والكتان مع أولئك الذين يستطيعون شراء هذه الكماليات. بعد التجار جاء الكتبة، أسياد الكتابة، ارتادوا مدارس متخصصة لتعليم الكتابة بالهيروغليفية المصرية القديمة، لعبوا دورا حيويا في إدارة مصر، كانوا يسجلون إمدادات الطعام ووثائق الضرائب وحتى يسجلون الحياة اليومية وأوامر الفرعون. فوق الكتبة كان هناك الجنود، كانت مهمتهم حماية الإمبراطورية المصرية، كرس هؤلاء حياتهم للدفاع عن مصر أو شن ضربات استباقية ضد أعدائهم، وكمكافأة على خدماتهم غالبا ما كانوا يحصلون على غذاء جيد وأرض للعيش فيها. بالقرب من قمة الهرم جاء البيروقراطيون المسؤولون ذوي الرتب العالية، ومن بينهم كان الوزير الذي يدير الشؤون اللوجستية لحكم حضارة شاسعة ومعقدة. أما الكهنة مسؤولين عن صيانة المعابد وضمان تكريم الآلهة والعناية بها. إلى جانب الكهنة كان هناك النبلاء الذين حكموا مناطق معينة من الإمبراطورية. وأخيرا في قمة الهرم كان الفرعون، كان الفرعون الحاكم الأعلى وينظر إليه على أنه وسيط إلهي بين الآلهة والبشر. كان الغرض من جميع من هم دونه هو خدمته، وبالتالي خدمة الآلهة. وعندما يموت الفرعون يدفن في هرم عظيم ليحكم الإمبراطورية المصرية أبديا في الحياة الآخرة. كان المجتمع المصري مصمما بالكامل حول الفرعون، الفلاحون يدفعون الضرائب له، الحرفيون يصنعون أعمالا فريدة له، التجار يزودونه بالبضائع التي يحتاجونها، الكتبة يسجلون أفكاره وأوامره، الجنود يدافعون عن إمبراطوريته، البيروقراطيون يديرون شؤونها اليومية، والكهنة يحافظون على علاقته بالآلهة. من بين أعظم الفراعنة كان رمسيس الثاني 1279 إلى 1213 قبل الميلاد. عاش رمسيس في ظل هذا النظام الاجتماعي، أشرف على بناء أعمال معمارية ضخمة مثل معبد أبو سنبل الراميسيوم ومعبد الكرنك، كما وسع نفوذ مصر من خلال استعارة الأراضي التي فقدتها أمام حكام سابقين، رغم أن الأراضي التي سيطر عليها الحثيون بقيت بعيدة المنال. كان الملك الحثي في ذلك الوقت معتالي الثاني 1259 حتى عام 1272 قبل الميلاد، معروفا بشنه الهجمات على جيرانه المصريين. باتباع مثال لبارناس سعى معتالي لتوحيد العالم تحت الحكم الحثي، لكن رمسيس الثاني لم يكن مستعدا للسكوت، على عكس الفراعنة السابقين الذين حاولوا وفشلوا في إيقاف الحثيين. أدرك رمسيس أن نجاح أمبراطوريته يعتمد على الرد بقوة، وكانت مدينة قادش هدفه. قاد رمسيس جيشه بنفسه ممتطيا عربته الحربية، ومعه أربعة فرق تضم 20,000 جندي،
عازما على القضاء على مواتالي، لكن الحوثيين كانوا مستعدين بفضل جهودهم في التجسس، حيث قاموا بتحصين قادش بأربعين ألف جندي. كانت مواجهة ضخمة على وشك الحدوث. قرر رمسيس تقسيم قواته بهدف استدراج مواتالي خارج المدينة، لكن هذه الخطوة أثبتت أنها خطأ استراتيجي أدى تقسيم قواته إلى تركه مكشوفا، مما أتاح للحثيين والمدافعين عن قادش فرصة للانتصار. ويعتقد المؤرخون أن الحثيين استغلوا هذه الفرصة لمحاصرة قوات رمسيس قرب نهر العاصي، لكن لأسباب غير معروفة لم يستغل الحثيون هذه الفرصة بالكامل، مما أدى إلى انتهاء معركة قادش بنتيجة غير حاسمة. بعد المعركة أدرك الطرفان عبثية استمرار القتال، اتفقوا على أن العيش بسلام سيكون خيارا أفضل. وبعد وفاة مواتالي صعد الملك الحثي الجديد حاتوسيل الثالث إلى العرش، وفي عام 1258 قبل الميلاد عبر مبعوثين دبلوماسيين وقع رمسيس الثاني وحاتوسيل الثالث أول معاهدة سلام مسجلة في التاريخ. جزء من نص المعاهدة يقول: لن يهاجم رمسيس الملك العظيم ملك أرض مصر أرض حاتي أو يستولي على أي جزء منها، ولن يهاجم حاتوسيلي الملك العظيم لأرض حاتي أرض مصر أو يستولي على أي جزء منها. مثلت هذه المعاهدة بداية فترة من الصداقة بين الأمتين اللتين كانتا في حالة حرب. علم الحثيون الذين كانوا مهارة في صناعة المعادن المصريين كيفية صناعة الأسلحة وأدوات متفوقة، وفي المقابل شارك المصريون خبراتهم المتقدمة في الزراعة مع الحثيين. ازدهرت التجارة بين الحضارتين، مما أفاد كلا الجانبين بشكل كبير. الدروس المستفادة من هذه الفترة تؤكد أن السلام يمكن أن يؤدي إلى الازدهار. استمر هذا الاتفاق حتى حوالي 2200 قبل الميلاد، عندما انهارت الإمبراطورية الحثية بسبب الهجمات المتكررة من شعوب البحر الغامضة التي دمرت الحضارة الحثية وألقت بها في طيات التاريخ. وفي الوقت نفسه على قارة بعيدة كانت هناك أول حضارة في الأمريكيتين تتشكل فيما يعرف اليوم بالمكسيك. تعتبر حضارة الأولمك 1200 حتى 400 قبل الميلاد الحضارة الأم للمجتمعات الأصلية في أمريكا. للأسف لا يزال الكثير من جوانب حضارة الأولمك غامضة، لم يتمكن المؤرخون بعد من فك شفرة نظام كتابتهم المكون من رموز هيروغليفية. واحدة من أبرز بقايا ثقافتهم هي 17 رأسا ضخما من الحجر تركوها وراءهم، وتجسد هذه المنحوتات الضخمة الاعتقاد الشائع في ثقافات أمريكا الوسطى بأن الرأس وحدة يحتوي على المشاعر والتجارب والروح. رغم أننا لا نعرف أسماء قادتهم كما نعرف رمسيس أو حمورابي، فإن رؤوس الأولمك الحجرية تبعث حضورا قويا. عند التحديق في وجوهها المنحوتة يمكننا أن نشعر بتأثيرهم وروحهم. يظل الأولمك خالدين، أو في يوم ما قد نتمكن أخيرا من كشف أسرار من كانوا حقا. في الشرق كانت سلالة تشو 1046 حتى 256 قبل الميلاد في الصين تبرز بقوة. حصلت هذه السلالة على السلطة بعد إخفاقات سلالة شانغ الأقل كفاءة. آمنت سلالة تشو بمفهوم تفويض السماء، وهو مبدأ أسس الدورة الديناميكية للحكم في الصين. قدم هذا المفهوم أربعة أفكار أساسية: السماء تمنح الإمبراطور الحق في الحكم، بما أن هناك سماء واحدة فقط فلا يمكن أن يكون هناك سوى إمبراطور واحد في أي وقت. تحدد فضيلة الإمبراطور أحقيته في الحكم، ليس لأي سلالة حق دائم في الحكم. إذا فقد حاكم أو سلالة تفويض السماء يمكن الإطاحة به. وكانت الكوارث الطبيعية مثل الجفاف والمجاعات والفيضانات أو الزلازل تعتبر إشارات من السماء بأن الإمبراطور فقد رضاها. بهذا المفهوم سقطت سلالة شانغ وارتقت سلالة تشو. جربت تشو تغييرات كبيرة في نظام الحكم، بما في ذلك إنشاء نظام الإقطاع. هذا النظام قدم هرما اجتماعيا جديدا. في أسفل الهرم كان هناك الفلاحون المرتبطون بالأرض والمسؤولون عن زراعة المحاصيل لتلبية احتياجات الإمبراطور، كليهم الجنود المكلفون بحماية الأراضي من الغزاة. بعد ذلك يأتي اللوردات الذين يمتلكون الأراضي ويفرضون ضرائب على الفلاحين فيأخذون جزءا من محاصيلهم، وفي المقابل يقدم اللوردات جزءا من المحاصيل للملك الذي يحكم الإمبراطورية بأكملها.
لكن لماذا كان الناس يقبلون حياة الزراعة المرهقة؟ هناك سببان رئيسيان. الضرورة احتاجت الإمبراطورية إلى عدد كبير من الأشخاص لإنتاج ما يكفي من الطعام للجميع. الفلسفة: مع نهاية سلالة تشو ظهرت الفلسفات الشرقية لتقدم الإرشاد والمعنى للحياة. برز في هذا العصر شخصيتان فلسفيتان عظيمتان. كونفوشيوس أسس نظاما فلسفيا يعرف بالكونفوشيوسية، الذي ركز على أهمية الاحترام والولاء والمسؤولية في جميع العلاقات. أحد المفاهيم المركزية في الكونفوشيوسية هو لي، أي يمكن ترجمته إلى الطقوس أو العادات أو الأدب. يمثل لي القواعد الاجتماعية الرسمية وغير الرسمية التي تنظم السلوك، مما يساعد على الحفاظ على النظام والانسجام في العلاقات والمجتمع. لاوتسي مؤسس الطاوية أو الداو، التي تعني الطريق أو المسار. تعلم الطاوية أن الأفراد يجب أن يتماشوا مع التدفق الطبيعي للكون بدلا من مقاومته. تشجع الطاوية على العيش بسلام مع النفس والابتعاد عن القلق بشأن الأمور الخارجة عن السيطرة. أحد أشهر مفاهيم الطاوية هو الين واليان، الذي يمثل القوة المتكاملة والمتعايشة في الطبيعة، مثل النور والظلام والحرارة والبرودة والذكورة والأنوثة. تعلم الطاوية أن تحقيق التوازن بين هذه القوى المتناقضة يؤدي إلى الانسجام والاكتفاء. معا قدمت الكونفوشيوسية والطاوية الأمل والإرشاد للفلاحين الصينيين القدماء، مما جعل حياتهم اليومية المليئة بالتحديات أكثر احتمالا. في الوقت ذاته في اليونان القديمة، كانت دول المدن تنمو وتزدهر. بحلول عام 800 قبل الميلاد أدرك الإغريق أن الكثير من أراضيهم غير خصبة وغير قادرة على إنتاج المحاصيل الأساسية مثل الحبوب. دفعهم ذلك إلى استيراد الحبوب من مناطق أخرى، مما أدى إلى تأسيس مستعمرات يونانية عبر العالم المعروف. كانت مدينة ميليتوس مثالا بارزا في ذلك العصر، إذ أسست أكثر من 90 مستعمرة في أوروبا. ساعدت هذه المستعمرات في تأمين إمدادات غذائية ثابتة لليونان. في تلك الفترة كانت إحدى المدن الدول الناشئة هي روما، ووفقا للأسطورة كان روملوس وريموس توأمين تخلى عنهما والدهما ووضع في نهر التيبر. بينما كانت السلة التي تحمل التوأمين تطفو في النهر، اكتشفت ذئبة الطفلين وقامت برعايتهما وإعادتهما إلى الحياة. وعندما بلغا سن الرشد قرر روملوس وريموس تأسيس مدينة في الموقع الذي أنقذتهما فيه الذئبة. لكن المنافسة بين الأخوين اشتعلت، إذ أراد كل منهما أن تسمى المدينة باسمه. تصاعدت الخلافات بينهما حتى وجه روملوس الضربة القاضية، مما أسفر عن مقتل ريموس. وفي عام 753 قبل الميلاد أسس روملوس مدينة روما. وفي الوقت الذي كانت فيه المدن الدول اليونانية منشغلة بتأسيس مستعمراتها، كان كورش الكبير على وشك إنشاء إمبراطورية خاصة به. في تلك الفترة كان الفورس تحت حكم الإمبراطورية الميدية، ووفقا للأسطورة بعد ولادة كورش حلم جده الملك أستياجس ملك الميديين بأن حفيده سيثور عليه يوما ما ويطيح بمملكته. خوفا من تحقق هذه النبوءة أمر أستياجس مستشاره بقتل الرضيع، لكن المستشار عصى الأوامر وسلم الطفل إلى راع لتربيته سرا. على الرغم من هذه الاحتياطات ظهرت المشاكل سريعا. عندما بلغ كورش العاشرة من عمره اكتشف أستياجين هويته الحقيقية، وعلى الرغم من استمراره في الخوف من النبوءة قرر عدم قتله، وهو القرار الذي سيثبت لاحقا أنه أكبر أخطائه. عندما بلغ كورش سن الرشد جمع جيشا وقاد ثورة ضد جده، وكما سردت النبوءة استسلم أستياجيس في عام 550 قبل الميلاد، وأصبح كورش حاكما للإمبراطورية الميدية. ولكن كورش لم يتوقف عند هذا الحد، وسع فتوحاته ليشمل بابل وبلاد ما بين النهرين وحتى أجزاء من حضارة وادي السند. ثم وجه كورش اهتمامه نحو مستعمرة اليونان في إيونا في آسيا الصغرى، لكن حكم كورش انتهى بوفاته في عام 530 قبل الميلاد، تاركا مصير الإمبراطورية لخلفائه على عاتق الحاكم الفارسي العظيم التالي داريوس الأول.
في اليونان القديمة بدأت مجموعة من المدن الدول تكتسب القوة، لكن اثنتين برزتا في المقدمة، إسبرتا وأثينا. إسبرتا قوة عسكرية لا مثيل لها. كانت إسبرتا معروفة بتركيزها على القوة البدنية والحرب. اعتقد الإسبرطيون أن كل جوانب الحياة يجب أن تدور حول الاستعداد للمعارك. عندما يولد طفل إسبرطي، إذا لم يكن يبدو صحيح البدن يترك أو يقتل. يؤخذ الأولاد من عائلاتهم في سن مبكرة ويدربون ليصبحوا جنودا. شمل التدريب القاسي التمارين البدنية الشديدة وتدريب الأسلحة والعيش في ظروف قاسية. كانت حياة الإسبرطي مكرسة بالكامل لتحقيق النصر في الحرب. كان المجتمع الإسبرطي يتألف من ثلاث طبقات رئيسية. الطبقة الحاكمة الأرستقراطيون الذين يمتلكون السلطة السياسية والعسكرية. الأحرار غير المواطنين، غير مسموح لهم بالمشاركة في الحكومة لكنهم ملزمون بالخدمة العسكرية. الهلوت أو العبيد الذين يقدمون الأعمال الزراعية واليدوية. كانت الحياة في إسبرتا قاسية وعسكرية بطبيعتها. بينما كان جيرانهم في الشمال يجربون فكرة الديمقراطية، كانت الديمقراطية الأثينية نظاما معقدا للغاية. كان هناك فرعان لهذا النظام، مجلس الخمسمائة والجمعية. يتم اختيار أعضاء مجلس الخمسمائة عشوائيا من خلال عملية تعرف بالاختيار بالقرعة. كانت أثينا نفسها تتكون من 10 قبائل مختلفة، وكل قبيلة كانت مسؤولة عن تقديم 50 مواطنا للخدمة لمدة عام في مجلس الخمسمائة عبر الاختيار العشوائي. كان يمنح كل مواطن مؤهل رمزا شخصيا. يتم إدخال هذه الرموز في آلة خاصة تدعى كليريترون. هذه التقنية المفقودة تضمنت أنابيب وكرات تستخدم بطريقة ما لاختيار 50 فردا من كل قبيلة للانضمام إلى مجلس الخمسمائة المرموق. أما الجمعية فقد كان هناك نظام يضمن لكل مواطن حق التصويت. بالطبع لكي تكون مواطنا يجب أن تكون ذكرا وأن لا تكون عبدا، وأن تكون إما مولودا في أثينا أو من أبوين أثينيين. كان مجلس الخمسمائة يقوم بإعداد جدول أعمال الجمعية الرئيسية للتصويت عليه. ومع وجود أكثر من 30,000 شخص مؤهل للتصويت في أي وقت، كانت الأمور فوضوية للغاية. لإدارة هذه الفوضى كان المجلس يعين 9 رؤساء صباح يوم الاجتماع. كانت مهمتهم ضمان اتباع جميع القواعد والإجراءات. وبسبب تعيينهم قبيل الاجتماع مباشرة كان من المستحيل تقريبا رشوتهم. بطريقة ما كانت الجمعية تصوت بصخب على تمرير القرارات. كانوا يقررون أمورا مثل تعيين الجنرالات وسن القوانين المختلفة والتعامل مع الإجراءات البيروقراطية الحكومية. ومع ذلك لم يكن الجميع مؤيدين للديمقراطية الأثينية. فقد اعتبر الفيلسوف اليوناني الشهير أفلاطون أن الفكرة همجية. ففي الكتاب السادس من عمله الأساسي الجمهورية كتب أفلاطون: على الملاح الحقيقي أن يدرس فصول السنة والسماء والنجوم والرياح وكل الأمور المتعلقة بمهنته إذا أراد أن يكون مؤهلا بالفعل لقيادة السفينة. فكر أنه من المستحيل تماما اكتساب المهارة المهنية المطلوبة لمثل هذه القيادة، وأنه لا يوجد شيء يسمى فن الملاحة. ما مقدار المعرفة التي يمكن أن يمتلكها عضو عشوائي في مجلس الخمسمائة؟ وما مدى قدرته على المساهمة بشكل فعال في المجتمع؟ هل يجب أن نسمح لأي عضو عشوائي في المجتمع بامتلاك أي سلطة؟ بدلا من ذلك دعا أفلاطون إلى فكرة الملك الفيلسوف، رجل يدرس الحكمة والمنطق والتفكير، رجل يكرس حياته لفهم كيف يكون العدل، رجل يصبح الملاح الذي يقود سفينة الحكمة. وكتب أفلاطون قائلا: إن المجتمع الذي وصفناه لن يتحول أبدا إلى واقع ولن يرى النور، ولن تنتهي مشاكل الدول بل ومشاكل البشرية كلها يا عزيزي جلوكون، حتى يصبح الفلاسفة حكاما في هذا العالم، أو يصبح من نطلق عليهم اليوم ملوكا وحكاما فلاسفة بحق، وتتوحد السلطة السياسية والفلسفة في يد واحدة. ولكن هناك مشكلة واحدة في اقتباس أفلاطون: كل زعيم يعتقد أنه الملك الفيلسوف، كل شخص يظن أن أفكاره هي الأفضل وأن رؤيته هي الأعمق، من هوانغ دي العظيم في الصين إلى لابرناس في الإمبراطورية الحثية إلى سيدهاترا غوتاما. في مملكة ماغادا الهندية حوالي عام 500 قبل الميلاد عاش أمير مدلل يدعى سيدهاترا غوتاما في رفاهية داخل قصر فخم. في هذا القصر كان بإمكان سيدهاترا الحصول على كل ما يشتهيه، الجواهر والثروة وأرقى السلع كلها كانت تقدم له بسخاء. كان عالمه داخل القصر
بمثابة يوتوبيا على الأرض، لا افتقار، لا حاجة ولا رغبة، بل كان الكمال بعينه. لكن ذلك الكمال تحطم عندما خرج سيدهاترا من أسوار قصره لأول مرة، المكان الوحيد الذي عرفه طيلة حياته. وبينما كان يخطو خطواته الأولى خارج أسوار القصر، صدمه ما رآه. رأى رجلا مسنا يحتضر في الشارع. في تلك اللحظة أدرك أن التجربة البشرية ليست مثالية أو سامية، بل إنها مليئة بالمعاناة والموت. وكما أدرك جلجامش قبل قرون، كان الموت جزءا حتميا من التجربة الإنسانية. ترك سيدهاترا حياة الرفاهية خلفه، وبدأ رحلة بحث عن المعرفة والاستنارة. درس مع معلمين روحيين، وتأمل لسنوات طويلة باحثا عن إجابات للأسئلة الكبرى في الحياة. وأخيرا بعد 6 سنوات من البحث، جلس تحت شجرة تين وتأمل حتى وصل إلى حالة من الاستنارة. الاستنارة هي حالة من السلام الداخلي، يتجاوز فيها الإنسان حدود الأنا ويتصل بوعي كوني أو جوهر إلهي. ليست حالة ثابتة أو دائمة، بل هي عملية مستمرة من النمو والتطور. تحت تلك الشجرة أصبح سيدهاترا يعرف ببوذا أو المستنير. كرس بوذا بقية حياته للتجول في الريف، ناشرا تعاليمه ومرشدا الآخرين نحو طريق الاستنارة. كان داريوس مصمما على السير على خطى والده والسيطرة على العالم. بعد تأكيد سيطرتهم على مدينة إيونا، بدأ الفرس حملة لغزو اليونان. في عام 490 قبل الميلاد، وصل داريوس ومعه جيش قوامه 20,000 جندي إلى مدينة ماراثون، الواقعة على بعد 26 ميلا، حوالي 42 كيلومترا من أثينا. كان الأثينيون في موقف ضعف عددي كبير، حيث لم يكن لديهم سوى 10,000 جندي. ومع محاولة الفرس إعادة تنظيم صفوفهم، تمكنت قوات المشاة الأثينية المعروفة باسم الهوبليت من سحق الجناحين الأضعف للجيش الفارسي قبل التوجه نحو مركز خطوطهم. ما تبقى من الجيش الفارسي فر إلى سفنه وغادر ساحة المعركة مبكرا. تشير التقديرات التاريخية أن المعركة أسفرت عن مقتل حوالي 6,400 جندي فارسي، بينما فقد الأثينيون 192 فقط. بعد هزيمتهم انسحب الفرس، وركض رسول أثيني يدعى فيديبيدس مسافة 26.2 ميلا من ماراثون إلى أثينا ليعلن انتصار الأثينيين على الإمبراطورية الفارسية العظيمة. اشتعلت أثينا فرحا بهذا الخبر، وأصبح هذا الهدف الملهم رمزا لأول ماراثون في التاريخ. لكن الفرس لم يستسلموا حتى بعد وفاة داريوس الأول. في ظروف غامضة تولى ابنه زركسيس الأول العرش، وأصر على إكمال إرث جده. وفي عام 480 قبل الميلاد، جمع زركسيس قوة غزو هائلة تزيد على 100,000 جندي لغزو اليونان. عند ممر ثيرموبيلا يضيق، قاد ملك سبارتا ليونيداس قوة مكونة من 7,000 جندي للدفاع عن المنطقة. رغم قلة عددهم قارنة بالفرس، وضع ليونيداس خطة جريئة لمهاجمة معسكر الفرس بشكل مفاجئ، مما أربك صفوفهم وشل تشكيلاتهم. رغم النجاح الأولي، تمكن الفرس في النهاية من محاصرة القوات اليونانية ومهاجمتها في جميع الاتجاهات. قاوم ليونيداس وجنوده بشجاعة حتى النهاية، لكنهم قتلوا في المعركة. بعد ثيرموبيلاي جاءت معركة سلاميس التي غيرت مجرى الحرب. في معركة بحرية بين 500 سفينة فارسية و300 سفينة يونانية، بدت الكفة تميل لصالح الفرس، لكن الجنرال الأثيني العظيم ثيموستوكليس ابتكر خطة لاستدراج الأسطول الفارسي إلى مضيق سلاميس الضيق. هناك هجمت السفن اليونانية بقوة، مما جعل الأسطول الفارسي عاجزا عن الانسحاب. أسفرت المعركة البحرية عن انتصار ساحق لليونانيين، مما قلب موازين الحرب. رغم هذه النكسة، لم يتخلى الفرس عن طموحهم في غزو المدن اليونانية. عاد زركسيس إلى فارس تاركا للجنرال ماردونيوس لإكمال الحملة. بعد فشل المحادثات الدبلوماسية، استعد الطرفان لمواجهة أخيرة. في معركة بلاطيا توحدت المدن اليونانية، حيث شاركت 30 مدينة لتشكيل جيش ضخم
قوامه 110 ألف جندي. ورغم أن الجيش الفارسي كان يقدر ب 150 ألف، استغل اليونانيون التضاريس لصالحهم بالقتال على منحدر، جعل التفوق العددي للفرس أقل تأثيرا. كانت المعركة شرسة للغاية. أظهرت قوات الهوبليت اليونانية كفاءة كبيرة ضد سلاح الفرسان والرماة الفرس. في النهاية حقق اليونانيون انتصارا حاسما، حيث تكبد الفرس خسائر فادحة وقتل جنرال مردونيوس في المعركة. مثلت معركة بلاطيا نهاية الحروب الفارسية اليونانية وانتهاء تهديد الفرس لليونان. بعد الحرب الفارسية أصبحت الحياة في اليونان القديمة مذهلة، حيث ظهر عصر ذهبي للثقافة. ومع زوال التهديد المستمر للحرب، تمكنت أثينا من التركيز على إنشاء روائع معمارية مثل البارثينيون. يقع البارثينيون على قمة أكروبوليس أثينا، وهي تلة بارزة تطل على المدينة ويمثل رمزا لثراء أثينا وثقافتها. وحتى اليوم أينما ذهبت في أثينا يمكنك أن ترى البارثينيون الشامخ كدليل على الماضي المجيد للمدينة. ثم جاء ازدهار المسرح في تلك الفترة. بدأت الدولة برعاية أبرز الشعراء لكتابة قصص تعرض خلال المهرجان الأثيني المعروف بمدينة ديونيسيا. كان المهرجان مخصصا لعبادة الإله اليوناني للمسرح والخصوبة ديونيسوس. كانت المدن اليونانية تتوق إلى السلطة. بدأت أثينا في تجنيد المدن الدول وتحالفها المعروف بعصبة ديليان، بينما كانت سبارتا تجند مدنا دولا في عصبة البيلوبونيز. شعر كل من الطرفان بأن لهم الحق في السيطرة على مدينة كوركيرا، مما أدى إلى اشتعال الحرب على شبه الجزيرة اليونانية في عام 434 قبل الميلاد. شملت معارك بحرية بارزة مثل سيبوتا ومعركة بيلوس. بحلول عام 421 قبل الميلاد تم التفاوض على هدنة مؤقتة، لكن هذه الهدنة لم تدم طويلا، حيث حولت أثينا أنظارها نحو صقلية. في البداية بدت الحملة في صقلية ناجحة، حيث أقامت أثينا تحالفات مع عدة مدن صقلية وحققت انتصارات صغيرة في المعارك ضد القوات الصقلية. لكن الأمور بدأت في التدهور عندما تم استدعاء أليكسيبيادس أحد أعظم الجنرالات البحريين في تاريخ أثينا إلى أثينا لمواجهة تهم تدنيس المقدسات. بغيابه أصبح الأسطول الأثيني ضعيفا وبدأت الحملة في الانهيار. فشلت أثينا في السيطرة على مدينة سيراكيوز التي كانت قد عززت دفاعاتها واستعدت جيدا للحصار. تلقى الصقليون دعما من تعزيزات سبارتية، حيث رأت سبارتا في هذه الحرب فرصة لتوجيه ضربة قاضية لمنافستها أثينا. عانى الأثينيون من نقص في الإمدادات وانتشار الأمراض بينهم، بينما شنت قوات سيراكيوز هجمات مباغتة وكمائن متكررة. في النهاية وبعد شهور من القتال الشاق، تم تدمير الأسطول الأثيني في معركة حاسمة قتل فيها الآلاف من الأثينيين، وأسر العديد منهم وبيعوا كعبيد. وبعد عقد من الزمن سقطت أثينا في يد الإسبرطيين. كان عصر اليونان الأسطورية قد انتهى. خرجت كل من أثينا وأسبرطا من الصراعات أضعف بكثير مما كانت عليه، ولم تستعد قوتها السابقة أبدا. ترك هذا الضعف العالم اليوناني عرضة للغزو، ممهدا الطريق أمام ظهور الملك الفيلسوف الذي سيغزو العالم اليوناني.